مساء الخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ليالي الكويت عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت. ومسي على زميلي محمد. مساء الخير. مساء النور ليلى، ومساء الخير على كل مشاهدين برنامج ليالي الكويت. في هذه الحلقة اللي راح نتطرق فيها عن آخر الأرقام والإحصائيات المستجدة لفيروس كورونا. أكيد محمد، بعد شوية إن شاء الله ضيوفنا راح يكونون معنا دكاترة ما شاء الله واستشاريين، وراح نتحاور معهم عن تطورات هذا الفيروس، فيروس كوفيد 19. يا رب إن شاء الله يرفع عنا هالبلاء وهالوباء ونرجع حق حياتنا نفس أول. محمد، اللهم آمين. ولاحظنا بالفترة الأخيرة الأرقام في تزايد وتصاعد، سواء كانت أرقام العناية المركزة أو زيادة حالات الوفاة. تذكر دائما بالحرص على كافة الالتزامات بالاشتراطات الصحية بالنهاية لصيانة هذا الوطن ولسلامة المواطن والمقيم. فعلا محمد، اللي ما طعم يا ريت انه يبادر ويسجل بمنصة التسجيل المسبق حق تطعيم كوفيد 19. يدخلون على موقع وزارة الصحة، موجود على الشاشة حاطينه احنا، وإن الله يا رب ان شاء الله ترجع الامور للاحسن في الايام القادمة، وفي اخبار تبشر بالخير ان شاء الله يا محمد، ونجتمع باذن الله. الأهم من هذا أن لا أحد يعتمد أي أخبار سواء كانت خارجية أو داخلية إلا من المواقع الرسمية للمؤسسات الحكومية. وأكيد في هذه الحلقة ليلى راح يكون معنا بعد الفاصل البروفيسور الدكتور خالد السعيد، عضو اللجنة الاستشارية لكورونا وعضو لجنة لقاح كورونا، وأيضا البروفيسور الدكتور خالد الجار الله من كلية الطب جامعة الكويت. نستقبل كافة استفساراتكم وتساؤلاتكم على هاشتاغ ليالي الكويت. نعم محمد، خليكم معنا مشاهدينا، بعد الفاصل نرجع مع ضيوفنا إن شاء الله. في حوار بعد شوي مع المختصين حول آخر مستجدات فيروس كورونا وعن الحملة الوطنية لتطعيم كوفيد 19، أسباب زيادة وارتفاع أرقام الإصابات بفيروس كورونا وغيرها من التساؤلات. شاركونا في تساؤلاتكم واستفساراتكم على هاشتاغ ليالي الكويت. اليوم في ليالي الكويت البروفيسور الدكتور خالد السعيد، عضو اللجنة الاستشارية لكورونا وعضو لجنة لقاح كورونا، والبروفيسور الدكتور خالد الجار الله كلية الطب جامعة الكويت. حقيقة أنا أبي أخطي خطوة، استشير وما خاب من استشار. ارسموا لأنفسهم صورة بروزة بأعمال مميزة، قدموا أصعب الأدوار بحرفية، طموحاتهم ونجوميتهم ما لها حدود. مدي البوز بخليكم التحجون وبروح أقعد عند شريفة وايدة بركلي، قعدي ليه الصبح بشي. النجم خالد أمين والنجمة غدير السبتي ضيوفنا يوم الخميس في ليالي الكويت. يعتبر نشر الإشاعات أداة خطيرة تتعرض لها المجتمعات اللي ما تدرك حجم المصيبة اللي راح تطيح فيها نتيجة لنقل الأخبار الكاذبة والمصطنعة. بنسولف باكر عن هذا الموضوع مع دكتورة بشاير الصانع، دكتورة علم الاتصال والإعلام الجديد بجامعة الكويت، والمحامي عبد العزيز الحفيصان. أهم وآخر التساؤلات نطرحها على ضيوفنا فيما يخص فيروس كورونا. الاستعدادات لموجة زيادة الإصابات بالفيروس والطاقة الاستيعابية لإشغال أجنحة العناية المركزة. عن وصول دفعات وأنواع اللقاحات وخطة وزارة الصحة في التعامل مع الجائحة. كل هذا وأكثر مع البروفيسور الدكتور خالد السعيد، عضو اللجنة الاستشارية لكورونا وعضو لجنة لقاح كورونا، والبروفيسور الدكتور خالد الجار الله كلية الطب جامعة الكويت. الحين في ليالي الكويت. حياكم
حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم مرة ثانية معنا مشاهدينا في ليالي الكويت. راح نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عن اللقاح وعن التطعيمات وعن أي شيء مختص بكوفيد 19 على هاشتاغ ليالي الكويت. في البداية ودنا نتكلم محمد عن الوضع الحالي فيما يخص ارتفاع وزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا مع ضيوفنا الدكتور خالد السعيد. هلا مرحبا فيك دكتور خالد اليار الله، أهلا وسهلا فيكم. اليوم يمكن شفنا في تصريحات من وزير الصحة ننتظر دقتها وأنها تكون رسمية بأن الحياة علشان ترجع طبيعية هي مشروطة أو مقترنة بالتطعيم، ويكثر الحديث مؤخرا عن لقاح أوكسفورد وتلقي الجرعة الثانية منه. هل يعني ذلك أن اللي ناطرين الجرعة الثانية من لقاح أوكسفورد راح يتلقونه قبل رمضان أو خلال رمضان؟ أول شيء طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم للمرة أنا المرة الثالثة على الاستضافة الكريمة. حياك الله. ودائما يعني في أي لقاء أطلع فيه وزملاء يطلعون فيه لازم أول شيء نستذكر أخواننا الأطقم الطبية الموجودة في جميع المستشفيات حاليا من أطباء وهيئة التمريض وغيره اللي هم الآن يحاربون الجائحة وتفشي الفيروس والوباء. الحالات في العناية المركزة وصلت إلى حد عالي جدا الأيام هذه، فهم الله يعينهم جميع الأطقم الطبية، نحييهم من هالمكان هذا ونشد على أيدهم ونشجعهم، وندري أنهم يعني قاعدين يشتغلون في أرض المعركة وشاكرين لهم طبعا. قواهم الله وبدورنا كذلك نشكرهم، والشكر موصول لهم دكتور خالد. طبعا طبعا. الآن بالنسبة ل توريدات اللقاحات، خلينا نقول يعني هذا نبدأ فيه من يعني هذا هو نهاية المطاف. إن احنا نعمل من فترة كعاملين في وزارة الصحة جميعنا في لجنة اللقاحات والإدارات المختلفة إن احنا نوفر أعداد كافية من اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. وطبعا لقاحات معتمدة، واللقاحات هذه بكميات كافية، لكن في شغلة بسيطة اللي هي تحدد احنا ايش نقدر نوصل له، متى نقدر نوصل هدفنا بالمناعة المجتمعية. هي فقط واحد شغلة واحدة اللي هي توريد اللقاحات من الشركات بأعداد كافية. هذا يعتمد عليهم اكثر مما يعتمد علينا، اللي احنا على قولتهم بالانجليزي وي ديد اور هوم ورك، اخترنا اللقاحات المعتمده، وقعنا العقود، حصلنا التمويل، فاحنا بانتظار اللقاحات. متى ما توصل اللقاحات راح تطعم اعداد اكبر، لان احنا عندنا الانفراستراكشر، عندنا البنيه التحتيه، عندنا العاملين في جميع المجالات اللي هي لها علاقه باللقاحات، عندنا الاماكن، عندنا القدره. يعني انتم سمعتوا في الفتره الاخيره ان احنا في مشرف فقط قاعدين نعطي لقاح لتقريبا 22 ألف شخص، وهذا اكثر من الاعداد اللي احنا كنا متوقعينها في شهر 12 لما بدينا في الحمله. فاحنا عندنا القدره بس نحتاج الكميات توصل. دكتور، في خبر يمكن وصل، ما ادري اذا ممكن تاكد عليه او لا، اذا عندك المعلومه، ان اللقاح لقاح اوكسفورد اللي طعم الجرعه الاولى راح توصل دفعه حول 300,000 خلال نهايه الاسبوع او بدايه الاسبوع القادم، هل ممكن تاكد على هالمعلومه او تنفيها؟ طبعا معالي الوزير صرح ان شاء الله راح يكون في دفعه من لقاح اوكسفورد على نهايه الشهر ان شاء الله. الارقام تختلف يعني مصادرها، بس حسب تصريح معالي الوزير في دفعة لقاح أوكسفورد قبل نهاية الشهر إن شاء الله. نعم، بنتقل حق الدكتور خالد الجار الله، حياك الله ويانا في ليالي الكويت. يعني اليوم حالات الوفيات تجاوز عددها منذ بداية الجائحة يعني فوق 1150 حالة، وفي كثير من الناس تقول أو ممكن تسمع يعني أن الحالات اللي موجودة في العناية المركزية يعطونها الكرتوزون وهذا هو سبب الوفاة، ما صحت هذا الكلام؟ أولا شكرا على الاستضافة. وبالنسبة حق الفترة اللي قاعد نعيشها الآن طبعا، ومن خلال بيانات وزارة الصحة الدورية واضح بأن احنا نعيش فترة موجة التفشي. إذا تذكرون 2020 كنا نعيشها في مايو يونيو يوليو، الآن احنا في من يناير فبراير مارس،
الأرقام كانت تشير واضح إلى ارتفاع المنحنى الوبائي، وهذا طبعا يصاحبه بالإضافة إلى عدد الإصابات يصاحبه أيضا دخول العدد إلى المشافي بالمستشفيات، وبعضها ينتهي فيه إلى العناية الحرجة. بالنسبة حق السؤال تحديدا، دواء واحد من الأدوية اللي تستخدم اللي هو أنت ذكرت الآن هو الكورتيزون، ومن الأدوية اللي احنا نتعامل معها حقيقة وأيضا الوسط الطبي منه عقود يعني في التعامل مع كأحد الأدوية للتعامل مع كمثبط للالتهابات والتعامل مع الأمراض المناعة الذاتية وغيرها. أي دواء ومنها الكورتيزون، أي دواء إذا أعطي في الجرعة الصح في الوقت الصح في المريض أيضا الوقت المناسب يعتبر حقيقة من الأدوية الناجعة. تحديدا إذا أنت الآن الإشارة إلى السؤال اللي تفضلت فيه على كوفيد اللي هو أحد المرض اللي مسبب للفيروس، هذا الأمر فصل فيه بعد نتائج بحثية تم يعني بوضوح ثبات جودة أو فعالية أحد مشتقات الكورتيزون يسمونه ديكساميثازون لتقليل حالات الوفيات. الكويت مو حقيقة يعني ابتدعت هذا، كل هالبروتوكول موجود في كل المشافي والعناية المركزة. فبالتالي لازم نفصل ما بين استخدام الدواء الصح والجرعة الصح والمكان الصح واستخدام الغير السليم، وفي نفس الوقت نفرق ما بين سبب الوفاة هل هو تداعيات المرض أو هو بسبب العلاج. بس أقدر أقطع لك بوضوح يعني بأن هو من الأدوية اللي يستخدمها في الآن أصبح في كل أنحاء العالم كأحد البروتوكولات الأساسية. نعم. في التعامل مع اللي هو الكوفيد الحاد والمتوسط في الناس اللي في المشافي. نعم نعم دكتور خالد، نفس ما ذكر دكتور خالد سعيد في بداية البرنامج كذلك محمد، الطواقم الطبية عليها ضغط رهيب. صحيح. قواهم الله ويعطيهم العافية. السؤال الآن، بالأمس سجلت الكويت أعلى حالات أو نسبة أشغال في العناية المركزة اللي هي تقريبا 209 حالات، هل نحن مستعدين في الفترة القادمة أو وزارة الصحة مستعدة في هالفترة والفترة القادمة لل إشغال السريري أكثر من هالحالات أم لا؟ نعم يعني هو بس عودة حق اللي تفضل فيه الدكتور زميلي بأن إحنا ما نتكلم بس على الطواقم اللي يشتغلون في المستشفيات، يعني إحنا نستذكر أيضا الطواقم الصحة العامة والصحة الوقائية اللي تقوم منذ بداية الجائحة في 2020 فبراير في عملية الرصد الوبائي. يعني في شيء لازم نفرق بينهم، تعامل الوزارة اليوم في ما يسمى بالمعالجة الوبائية. نعم. وتعامل أيضا كوادر الصحية في تداعيات هذا المرض اللي هو بالمستشفيات وغيرها ويعني المحاجر والعزل. هؤلاء كلهم الطواقم حقيقة أنا كنت أقولها هم يعيشون في حظر كلي منذ دخول الجائحة. نعم. بمختلف قطاعاتهم. نعم. يعني مو بس تمريض وغير تمريض، إجازاتهم مقطوعة، قاعدين يشتغلون من ذاك الفترة، ولهذا دائما الرسائل احنا ما نبي رسائل تكون بالمشافهة ان احنا معاكم، لازم هذا ينعكس على السلوك ان احنا نلتزم بالاحترازات الوقائية، لان بدون هذا لا يمكن ان احنا نخفف من حدة المنحنى. تذكرتي انت الان على مستوى الحالات الوفيات اللي قاعد تصير، قاعد اقول بان هذه الحالات اللي هي مصاحبة لارتفاع الموجة الوبائية، ولهذا مهم جدا أن يكون هناك دعم لهذه الكوادر من خلال الالتزام. الرسائل اللي قاعد نطلقها من خلال لقاءاتنا يعني شبه وزملائنا أيضا بأن قللوا من الفعاليات الاجتماعية، لا ندخل في ما يسمى بإجراءات القيد اللي هو الحظر مثل ما عشنا في قساوته في 2020. واليوم الشيء الفارق بوضوح وعندنا أحد أدواته هو موضوع التطعيم واللقاحات، اللي هذه ممكن تكون هي حقيقة بداية المخرج
هذا الجائحة. نعم، نشكر كل من تفاعل معنا على طول منذ بداية الحلقة، وبإذن الله سوف نقرأ كافة السؤالات على كل ضيوفنا اللي موجودين معنا. تغريدة: أخذت لقاح كورونا فايزر الجرعة الأولى، لكن للأسف طلب مني من قبل دوامي التحق في مقر بعثتي الدراسية الأسبوع القادم في بريطانيا، هل عدم أخذ الجرعة الثانية يضرني دكتور؟ طبعا احنا نعتمد على الدراسات، الدراسات تقول ان بالنسبه للقاح فايزر لقاح أوكسفورد لازم الواحد ياخذ جرعتين لديمومه الاستجابه. نعم. يعني ممكن واحد ياخذ، انا سمعت اكيد ان اللي ياخذ جرعه أوكسفورد مثلا بعد 3-4 أسابيع يصير عنده مناعه، بعدين تزيد لثلاث شهور، ممكن تطول اكثر. الديمومه لمسألة الفعالية تحتاج الجرعة الثانية. نعم. بغض النظر عن اللقاح، طبعا في لقاح اسمه جونسون اند جونسون، هذا جرعة واحدة بس، هذا شيء آخر، بس اللقاحات الأخرى يجب الواحد أن يأخذ جرعتين إذا هو متجه إلى دولة أخرى، يحاول يأخذ الجرعة الثانية من اللقاح خلال الثلاثة شهور على أساس أنه يعني يكون في مدى أطول. دكتور عندي سؤال، اليوم في منذ بداية هذه الجائحة على العالم كله حتى بالكويت كانت الأرقام أو الموجة عالية مثل ما ذكر دكتور، بعدين استانست الناس وخفت الأرقام، الحين مرة ثانية صعدت موجة ثانية وقاعد نشوف الأرقام بتصاعد، شو السبب يعني؟ ما السبب؟ ما أبي أضيق خلقك، بس في موجة ثالثة. يعني الحين في بريطانيا يتكلمون أن في أوروبا قاعد يتكلمون أن في موجة ثالثة بدأت تصيب بعض الدول. الآن الموجة تصعد وتنزل، هل تنزل بسبب إجراءات احترازية، بسبب لقاح، بعد فترة تصعد مرة ثانية؟ هذا معروف مع اللقاحات، مع الأمراض الفيروسية. يعني احنا دائما ننظر للتاريخ، شلون عرفنا ان واحنا في شهر 3 اللي فات ان راح يصير موجة ثانية في الخريف؟ لان احنا شفنا الانفلونزا الإسبانية اللي صارت في 1918 صار فيها موجة اولى، صار فيها موجة ثانية، وصار فيها موجة ثالثة. فعشان كذي احنا ما نستغرب، هذا شيء طبيعي انه يكون في موجات. الموجات مثل ما قلنا يعني تختلف من بلد الى بلد، من اماكن لاماكن، لكن الموجات هذه يجب ان نتعامل وياها بحذر، لان يعني على اساس ما يعني نستهلك ونضغط على المنظومة الصحية ويصير في وفيات. فهذا الشيء مهم ان احنا نحطه ببالنا. نعم دكتور خالد، ابني على كلامك مع الدكتور خالد اليارله، ذكرت ان هذه موجة ثالثة ومنتشرة ومن العام، يعني من السنة اللي فاتت من بداية الجائحة، لكن نفس ما تفضلت كذلك احنا الان عندنا سلاح ما كان موجود عندنا السنة اللي فاتت، اللي ممكن يقلل من هذه، من نسبة الإصابات، من نسبة الوفيات، من نسبة إشغال العناية المركزة، دخول المستشفى. ذكر دكتور المنحنى في صعود رغم الحظر الجزئي واتخاذ الإجراءات، شنو ممكن تكون هناك إجراءات أكثر فعالية من الإجراءات الحالية، أو شنو ممكن يتخذ لتقليل المنحنى مع هذه الموجة الثالثة؟ يعني شوف العام الماضي كل الدول مو الكويت استثناء، لا، كان عندها استراتيجية الاحتواء اللي هو ضبط المنافذ، واستراتيجية ما يسمى الإبطاء والتخفيف للتعامل مع الوباء. هذه كانت الأدوات بالصحة العامة والوقائية للتعامل مع الجائحة، وما في استثناء. يعني كل الدول كانت، بعض الدول أكثر قسوة في إحكام ما يسمى بالاستراتيجية الكبح، وفي دول حقيقة طبيعة الشعب كان يبي أكثر يكون انفتاح حرية. الناس اللي كان عندهم تجارب سابقة مثلا في سارس الأول في الفي، كان موضوع ثقافة الكمام، لبس الكمام، ثقافة كانت موجودة، ولهذا حقيقة هذه الدول سجلت أرقام جدا منخفضة لما بدأت الشعوب تتعامل معها. وأنا أحب أقول شغلة، الآن حنا اليوم نختلف 2020-2021، يعني لبسنا الكمامة، النظافة الإيد، عدم كذا، بدأت تصير هذه الثقافة. وأنا أتصور أن حتى قدام، يعني أنت سألتي الحين على الجاهزية، اليوم حتى الجهوزية مالت وزارة الصحة في الإشغال، في تأمين الأسرة والأجهزة وأدوات الحماية الشخصية. يعني قبل حنا في هذه الفترة، مو بس حنا، حتى العالم كان يتنافس في استحواذ اللي هي أدوات الحماية الشخصية
وانتم شفتوا حتى دول عظمى كان عندها نقص حتى في الكمامات. اليوم حنا نختلف في هذه الفترة وجاهزيتها، ولهذا مهم جدا يعني ان هذه المرحلة اللي الان نتكلم فيها ان يكون فيها استفادة من موضوع التطعيم. وعودة حق اللي تفضل فيه الدكتور، الان تنافس الدول شيء قاعد يسوون على موضوع الموجات، ان يتم اللي هو وصول الى ما يسمى بالتمنيع قبل الخريف قبل الشتاء القادم، حتى يجهضون فرص الموجة اللي هي نسميها الثالثة أو الرابعة حسب تواردها يعني. نعم دكتور خالد، شلون أحمي نفسي من الموجة الثالثة إذا كانت بالفعل هي قادمة؟ طبعا إحنا قاعدين نقول أن قد تأتي موجة ثالثة. نعم. الآن لازم نكون مستعدين لها. إحنا الآن تفكيرنا مو نفس تفكير السنة اللي فاتت، لأن نعم. عندنا لقاح ولقاحات، مو بس لقاحات فعالة. نعم. فإحنا يعني يجب أن نتبنى استراتيجية التطعيم والمناعة المجتمعية على أساس أن نمنع وصول الموجة الثالثة. الآن يجب أن نتذكر شغلة مهمة، أن الموجة الثالثة ممكن تصير بسبب سلالة جديدة يمكن اللقاح ما ينفع وياها. عشان كذي المؤسسات والشركات الآن تعمل على لقاح منشط يعطى للسلالات الجديدة. فهذا الحين العالم كله قاعد يستبق الأحداث. نعم. فهذه الطريقة الأساسية اللي راح نقدر احنا نتعامل وياها. وبشركم يعني ان وزارة الصحة، لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، حتى الان يعني قبل فترة، يعني مو الان، حتى قبل فترة يعني تدرس بجدية اللقاحات المنشطة للسلالات الجديدة. نعم. من الآن، بحيث أن احنا نستبق الأحداث ونحمي نفسنا من الموجة الثالثة. لكن دكتور الآن خلنا نتكلم، مثلا اللي تلقى لقاح فايزر أو تلقى لقاح أكسفورد، طبعا في نفس ما تفضل في لقاحات يايا موديرنا جنسن جي ان جي وغيرها، هل الجمع بين لقاحين يضر؟ بما أنك تفضلت وقلت ممكن أن نعطي جرعات منشطة للقاحات إذا صار في تحور جديد. طبعا يعني هذه الطريقة اللي يفكرون فيها العلماء، أن على قولتهم ميكس اند ماتش، يعني أن والله واحد خذ جرعة من لقاح أكسفورد هل أو جرعتين، هل يقدر بعدين يأخذ لقاح فايزر أو لقاح موديرنا منصة أخرى؟ نعم. نوع آخر من اللقاح في دراسات تجري حاليا بين عدة شركات اللي أن يشوفون إذا هالشيء هذا ممكن أن يطبق، وغالبا نظريا يعني أن الشغلة هذه يمكن تطبيقها، بس إحنا بانتظار النتائج. دكتور يمكن الناس قاعد تفاعل معنا على تويتر وما سمعت الجواب. عبد اللطيف الماسي يقول لك سلام على الجميع، قبل شوي سمعنا أن ألمانيا ما تعترف بتطعيم أكسفورد وأنا ما أخذ الجرعة الأولى، الحين شلون أخذ الجرعة الثانية ولا أخذ تطعيم ثاني ولا أنطر أخذ تطعيم نوع ثاني آخر بعدين؟ تحياتنا حق ولد الماس. أول شيء نقول له يا ولد الماس، الخبر مو كذي. نعم. الخبر مو ما تعترف ولا تقدر ما تعترف. الخبر إن بعض الدول اللي عندهم لقاح أكسفورد من مصنع معين وقفوا استخدامه لفترة معينة قد تكون أسبوع لدراسة المعلومات المتوفرة لديهم. وأقدر أقول لك أن الإيمة اللي هي مثل الـ FDA مال أمريكا اللي هي منظمة الأدوية الأوروبية راح تجتمع يوم الخميس لتنظر في الموضوع هذا بالنسبة للدول الأوروبية كلها، وراح تطلع بتوصيات يوم الخميس إذا كان لقاح أكسفورد آمن أم غير آمن. احنا طبعا لازم نعرف، يعني انا بستغل الفرصه هذه عشان اقول لكم احنا شلون نفكر بالكويت. نعم. احنا بالكويت عندنا يعني مو بس ان احنا شغالين نجيب اللقاح وننظم العمل ونعطي اللقاح، لا، عندنا فريق عمل. فريق العمل هذا اللي هو مختص بالاعراض الجانبيه، الحين كل واحد ياخذ اللقاح توصله رساله يدخل ويحط اذا عنده اعراض جانبيه. مو بس كذي، المستشفيات بالكويت كلها اذا دخل اي مريض عنده حاله وماخذ لقاح، حالة مرضية وماخذ لقاح، دخل مستشفى، دخل جناح، يبلغ الفريق وتكتب حالة تقريبا 5 صفحات تملأ فيها المعلومات دقيقة. في اللجنة هذه اللي تتكون من استشاريين، أكبر استشاريين الكويت، وتتكون من صيادلة ينظرون في الحالات هذه بصورة يومية، وعندهم ريد فلاجز إذا شاهدوا أي شيء خارج عن المألوف
في تبليغ للجهة الأعلى. الآن حتى الآن وأنا مع تواصل مع أعضاء اللجنة هذه، حتى الآن بعد 200 ألف جرعة أكسفورد تقريبا لم نشاهد أي شيء خارج عن المألوف. فإحنا بالنسبة لنا بالكويت لم نشاهد أي شيء، لكن إحنا عندنا مرجعيات، مرجعيتنا الـ FDA ومرجعيتنا الإيمة. FDA والإيمة ما طلع فيه أي كلام عن إيقاف لقاح أكسفورد في الوقت الحالي. فإحنا إذا في المرجعيات طلع عندها معلومات، نعم، أكيد إحنا بالكويت أهم شيء عندنا مواطنين والساكنين بالكويت. ما في أصلاً تصريح رسمي أن سبب الوفاة تكون من نفس أو حالات التجلط. ما في تصريح رسمي، لأن وكالة الأدوية العالمية قالت أن الفيروس أو أكسفورد هذا آمن. خلنا أعطيك معلومة بسيطة بس. تفضل. يعني أنا حاول أبسط الأمور. الآن بدون لقاح، قبل يطلع اللقاح بعشرين سنة، حلو، يصير تجلطات، ونسبة التجلطات تصير حسب العمر. نعم. لدرجة أن اللي عمره فوق 80 سنة 5 بالألف يصير عندهم تجلط، نسبة عالية. ها، الآن نسبة اللي صار فيهم تجلطات مع اللقاح أقل بكثير من هذا. بس أهم إحنا يهمنا أن إحنا نعرف إذا كان في ارتباط. فالموضوع تحت السيطرة، الحمد لله، وزارة الصحة راح تنظر في الموضوع، الحمد لله. دكتور خالد الجر الله، في سؤال من خالد الشمري. أنا حاليا ملتزم بحجر منزلي لإصابتي بكوفيد 19، وتبقى لي 3 أيام وأنهي الحجر. متى يمكنني يعني أروح أخذ اللقاح بعد ما يخلص كورونا ويتعافى على طول يروح؟ نعم، هو هذه يثبتونها، هذا عنده في التطبيق، في الصحة الوقائية، نعم، في التطبيق من تاريخ تحديده للإصابة. نعم. إذا طبعا هذا بالغالب راح يكون عندهم البي سي آر ماله وتاريخه. بعدها بثلاث شهور يفتح له النظام المنصة ويسمح له إنه يقدر يسجل، وعنده مساحة من 3 إلى 6، لكنه ما بعد 3 يقدر يسجل ويأخذ اللقاح. نعم. نعم دكتور، في سؤال على تويتر بالنسبة للقاحات الخاصة بالأطفال، يقول لك هل اللقاح يضعف المناعة بالنسبة للطفل الصغير، وهل تقاوم مناعة الفيروس فيروس كوفيد 19، بخصوصا أن في خبر أن المدارس راح تلغي الأونلاين وراح تبدأ الدراسة بالمدرسة بشهر سبتمبر، هذا الخبر مو متأكدين منه إلى الآن. إذا أحد الطلاب في كوفيد 19 شنو راح يصير؟ أتمنى تردون علي. أنا الآن سؤالي، وين وصلنا باللقاحات أو دراسات اللقاحات للأطفال؟ حلو. هو طبعا أي دواء مو إلا لقاح، أول شيء تعمل دراسات على الكبار، بعدين إذا ثبت أنه آمن تعمل دراسات على الصغار. فالآن في دراسات على الأطفال حسب اللقاح، في من 12 سنة ل 18 سنة في أقل. فإحنا بانتظار الدراسات هذه. إحنا دائما نحاول نتذكر إن عادة اللقاحات حق الأطفال. الحين واحدة من المشاكل اللي تواجهنا إحنا إن كبير راح يطعم، عشان كذي الكبار يخافون إنه يأخذ تطعيم لأنه مو متعود. لكن من اللي يأخذ اللقاحات؟ الأطفال. الأطفال. فإن اللقاحات عادة الأطفال، واللقاحات آمنة ولا تنزل المناعة. أصلاً غير منطقي إن لقاح اللي هو المفروض يزود المناعة ينزل المناعة. يعني هذه فكرة بس عندنا بالكويت، أنا ما أدري منين طلعت، بس هذه لازم نصلحها. نعم. في سؤال ايضا دكتور، هل سيتم ادخال جونسون مستقبلا في الكويت؟ يعني هذا حصري نعطيكم اياه، يدري الدكتور في لجنه اللقاحات حق برنامجكم يقول لكم عن جونسون اند جونسون. عطنا الحصر. طبعا احنا بالنسبه لنا، احنا مثل ما قلت في البدايه، وهذه تعليمات يعني من القياده العليا، ان احنا ما نجيب شيء بالكويت لقاح الا لازم يكون امن وفعال ومعتمد. نعم. وثبتنا في الوقت القريب ان جونسون اند جونسون امن وفعال ومعتمد من الهيئات العليا الطبيه، وفي ادفانتج معين انه هو يعطى من جرعه واحده، فيفيد في بعض المواقع بالنسبه للعماله والناس اللي يدخلون الكويت عن طريق المطار، يحتاج ياخذ جرعه واحده يصير عنده مناعه. فهذا من الاشياء اللي ان شاء الله نراها قريبا ان شاء الله. خليني اعطي اضافه سريعه بس. ترى الان الجيل القادم من اللقاحات رايحه على موضوع الجرعه الواحده. يعني الان بالاضافه لان جيل المعتمد، في يمكن شركتين او ثلاث في موضوع الترايلز، في موضوع التجارب في الجرعه الواحده. فنتوقع، متوقع من الناس الراصده، ان نهايه 2021
انه يكون في عده يعني لقاحات ذات الجرعه الواحده. ممتاز دكتور، راح نرجع للحديث عن اللقاحات الجديدة وعن التطعيم، لكن بعد ما نشوف اليوم التقينا محمد مع مجموعة من الأشخاص اللي تلقوا اللقاح في مركز الكويت للتطعيم بمشرف، نشوف هالتقرير ونرجع حق ضيفنا. بصراحة ما كنت مقتنعة بالتطعيم، يعني شوفي أنا للحين ما تطعمت، يمكن خوف صراحة. فأنا قلت ولدي كان عندي موعد بالصباح ويابني غصب تطعمت الحمد لله، والله كلها ما غزتني ما شاء الله، ما حسيت بشيء. كل حد بيغز عنده سكر ضغط أمراض يقولوا ولا عليكم غزة وإن شاء الله عافية، وأنا ما شفت إلا العافية الحمد لله رب العالمين. راح أشجعهم راح أقول لهم كاني غزيت. صحتك وأمانك الاجتماعي هو قرارك النابع من قناعاتك اللي تحكم فيها عقلك وضميرك، علشان كذي لا تخلي حياتك مرهونة بأقاويل ما لها أساس من الصحة، وخصوصا كبار السن اللي عطتهم الدولة أولوية في التطعيم للتصدي لفيروس كورونا. خلونا نشوف اللي طعموا منهم شو يقولون للآخرين. أقول حق اللي ما طعموا شد حيلكم وتعالوا لا يطعوفكم القطار على قولتهم. أكبر صغار كل أي واحد يعني موجودين يطعمون، خلي طعم أحسن له يعني، ولا يسمع كلام الناس. يجون يطعمون اليوم قبل باكر توني الحمد لله وما في شيء. كبار السن والأصحاب الأمراض المزمنة هم المفروض الأولى إنهم يطعمون. بأمانة تجيهم رسائل العكسية هذه بالواتسابات وبعض الدكاترة اللي مو مختصين، لا تطعمون اللي فيه مرض مزمن، هذه إشاعة ترى جدا منتشرة. وديتها دكتورتها عشان تقنعها اللي يختصة بالسكري، فأقنعتها الدكتورة جزاها الله خير إنه لا روحي طعمي الحين. من أفضل أنواع البر في أمك وفي أبوك إنك توديهم وتقنعهم وتروح تطعمهم. كل لحظة مبكرة تقرر فيها إنك تتطعم وتحث كبار السن على التطعيم هي لحظة من عمرك وعمر من حولك، فلا تتأخر. تاريخ اللقاحات في الكويت. من رواد مهنة التحصين ضد ليدري في الكويت والخليج الشيخ مساحد العازمي في أواخر القرن التاسع عشر. في عام 1909 قام مستوصف دار الاعتماد البريطاني بتقديم لقاح ليدري. عام 1913 تأسس مستوصف أهلي ومن مهامه تأمين لقاحات ليدري. أهل الكويت كان لهم دور في تشجيع وتأمين لقاح ليدري للعامة من السكان. في أواخر الثلاثينات أصبح برنامج التطعيمات الأساسية في الكويت متاحة للجميع وبالمجان في إطار جهود الدولة. تاريخ 24 ديسمبر 2020 قادت وزارة الصحة أكبر حملة تطعيم جمعي في تاريخ الكويت لمكافحة فيروس كورونا COVID-19.
رجعنا معاكم مشاهدينا، ونذكر مرة ثانية إذا عندكم استفسارات لضيوفنا ممكن أنكم تشاركونا عبر هاشتاغ ليالي الكويت. قبل لا نطلع الفاصل دكتور خالد، كنا قاعد نتكلم عن موضوع التطعيم وعن التطعيمات الجديدة وإمكانية أخذ جرعة واحدة من اللقاحات الجديدة اللي طلعت. الحين الناس تشوف وتقول لك، خصوصا اللي مترددة تقول لك الحين الدكتور قال اللقاحات الجديدة جرعة واحدة فقط، ليش الحين أنا أطعم؟ خليني أطعم تالي. ردك دكتور. نحن الحين ردنا بوضوح إن اليوم حنا عندنا فرصة اللقاحات الموجودة وعندنا تفشي وبائي، منو يضمن إنه ما يصاب؟ لا. يعني كثير من الآن واضح إنه كنا نتداول بالفاصل إنه ما في بيت الآن في الكويت إلا عنده من القرابة أحد انصاب. ويا أما يكون حقيقة الآن بعد ثقافة الإصابة بعد سنة إنه يكون في عزل منزلي، أو ينتهي الأمر فيه إذا كان من كبار السن أو ذوي الاختطار، يعني عنده أمراض مصاحبة، سمنة، تدخين وغيرها، يمكن ينتهي في المستشفى. نعم. أنا كنت أقول لكم حتى أثناء الفاصل إن عندنا بعض المترددين اللي للأسف حقيقة كانوا يقولون لا بعد جدام وجدام. نعم. أقولها بصراحة، بعض هؤلاء عندنا زملاء انتهى فيهم الأمر الآن، عندنا في العناية المركزة وهم من الطاقم الطبي، وهم من خلنا أقول شياهم يعني من الناس المثقفة. نعم نعم دكتور، مثل ما ذكر الدكتور خالد الجار الله أن في بعض الناس مترددة، لكن أنا وصلتني حالة أمس أو قبل أمس إنه قال لي واحد أنا لازلت لا أستطيع أو فقدت حاسة الشم والتذوق إلى الآن وصار لي شهرين. قلت له مصدق؟ قال والله شهرين. معقولة الحالة موجودة كذي في حالات؟ طبعا طبعا طبعا. واحدة من الأشياء اللي إحنا دائما نقولها عن مرض الكوفيد واللي اكتشفناه مع الوقت إن الأعراض ممكن تكون أعراض مزمنة، يعني تقريبا يمكن 30% من الناس المصابين في كوفيد يصير لهم أعراض على مدى أشهر. في دراسة بريطانية توها طلعت قبل كم يوم تبين أن الأعراض مثل الصداع المزمن، آلام الجسم، الوهن، ضعف البصر، مشاكل الرئوية، مشاكل القلب تستمر أشهر بعد الإصابة. يعني مو بس أن الواحد يعني يدخل العناية لا سمح الله يتوفى، لا، حتى اللي يدخل المستشفى ويطلع ممكن يصير عنده أعراض فترة طويلة. لا تنسون أن الناس اللي في العناية لما يطلعون ترى كثير منهم راح يكون عندهم فشل كلوي، يقعد يسوي غسيل طول عمره مسكين، يعني وهو ما كان فيه شيء يعني. فهذه الأشياء يعني على قولتهم preventable، يعني أشياء ممكن الوقاية منها بإبرة. يعني الآن الكلمة اللي أحب أستخدمها الأيام واقتبستها من أحد الأساتذة اللي أعرفهم برا، اللي هي injection versus infection، إبرة ضد يعني مقابل المرض. يعني ما في اختيار واضح، يعني القرار سهل جدا، لكن في ناس يخافون، في ناس مصعبين الأمور زيادة عن اللزوم. نعم. دكتور، حابين نشجع كذلك المشاهدين، نأخذ سؤال من تويتر. محمد يوسف يقول لك هل هناك توجه لإعفاء المسافرين المطعمين من الحجر المؤسسي، وخاصة بأن قرارات كهذه تساهم في زيادة الإقبال على التطعيم وتشجيع الناس للتطعيم؟ حنا نحيي أخونا محمد يوسف. نعم. والجواب نعم، وهذا الآن قاعد ياخذ في الدراسة من الجهة المختصة في الصحة الوقائية، ونتوقع خلال الأيام القادمة سيصدر قرار في هذا الشأن. نعم دكتور، عندنا سؤال بعد، واحدة تقول أنا مريضة مرض لوبس وتاخذ علاج ما بثيرة جرعة 1000 وموعد الجرعة بشهر 6، متى تقدر تاخذ اللقاح؟ خلينا نقول شغلة. نعم. أول شيء مرض اللوبس اللي هو مرض مناعي، من الناس اللي نحرص أن يأخذون اللقاح لأن مناعتهم ممكن تكون ضعيفة بسبب المرض، بسبب الأدوية. الدواء الوحيد اللي هم يأخذونه اللي ممكن ما يخليهم يستجيبون للقاح اللي هو دواء المبثيرة. فإحنا دائما ننصحهم نقول لهم أنتوا لما تأخذون الجرعة تنتظرون شهر قبل الجرعة القادمة، وبعدين تاخذون اللقاح، تاخذونه على جرعتين وتنتظرون اسبوعين بعدين تاخذون اللقاح، تاخذون دواكم اللي هو العلاج المبثيرة. نعم نعم دكتور، تصريح وزارة الصحة ان لحد الان 411 ألف تقريبا شخص تلقوا التطعيم،
ما نسبته تقريبا 9.7 يعني تقريبا 10% من المطعمين. حالات الوفاة في الكويت لحد أمس أو لحد اليوم وصلت 1179 اللي هي تجاوزت حالات الوفاة جراء الغزو الغاشم. شلون ممكن؟ وكذلك في أمريكا وصلت عدد الوفيات هناك أو فاق عدد الوفيات بضحايا الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، حرب فيتنام، وكذلك أحداث 11 سبتمبر. شنو ممكن نقول حق هالناس أكثر علشان الطعم؟ إن هل هذا التطعيم ممكن يقيكم من هذه الحالات؟ يعني شوفه بالنسبة حق الآن تقلتي رقم 1000 وكسر، يمكن جزء منه 900 أو أقل كان في 2020 قبل وصول اللقاحات. نعم. اليوم أصبح عندنا السلاح وأصبح عندنا خط نستطيع أن نجهض هذا الفعل اللي هو التداعياته. دائما نقول بأن اللقاح يعني حاسم باختلاف الأنواع اللي المعتمدة في الكوفيد الحاد، وما في شيء قاعد يطلع يدخل داخل الكويت غير معتمد. اي بالضبط بالضبط. فانت تتكلم على الكوفيد الحاد اللي يدخل المستشفى وتقليل بعد الله سبحانه وتعالى فرص الوفيات. فاليوم انت عندك تقليل، عندك فرص. تقلتي رقم اليوم الحين 400 وفي عندنا نسبه اقل من هذا اللي هو المسجلين 700 من المسجلين في النظام. هؤلاء خاصة الآن، وتذكرون بأن أيضا الوزارة أعلنت بأن ما نسبته بجميع الخمسة وستين كبار السن كويتي وغير كويتي مقيم هني تم إعطاهم التطعيم. هذه النسبة ما في شك أنها ساعدت على تقليل فرص الناس اللي قاعد تدخل المستشفى، ونفس الشيء اللي هي تداعياته اللي هي سواء كان تداعيات المزمنة أو تداعياته بالوفاة. فجوابا على السؤال، اليوم عندنا أصبح سلاح، عندنا فرصة. نعم. لتقليل هذه الظاهرة اللي هي إحنا تعاملنا معها. كذلك بالنسبة للتداعيات، قبل شوي كنت قاعد أتكلم دكتور خالد إن في فريق يرصد تداعيات ما بعد اللقاح. صحيح. ممكن توضح أكثر؟ يعني شوف الآن بالنسبة حق اللي تفضل فيه الدكتور اللي هو ما يسمى بالكوفيد المزمن وتداعياته على الأجهزة الداخلية، وقد يؤدي هذا إلى أيضا عدم قدرته على العودة للعمل. هناك عيادات الآن يعني تم تشغيلها في داخل المستشفيات للتعامل مع الحالات اللي يعني تتشافى لكن يكون عندها تداعيات في أجهزتها الداخلية والتعامل معها. نعم. فهذه من الأشياء اللي احنا قاعد ندفع يعني الآن من خلال الحملات، إن أنت ليش في النهاية تضيع فرصة ممكن أنك أنت تتفادى الدخول للمستشفى. نعم. وأيضا تداعيات المرض. نعم. وأيضا شيء مهم أن أنت ممكن تكون ناقل لهذه العدوى وتنقلها لأحبائك من. نعم. يعني من أهل بيتك في. نعم. واضح الرسالة دكتور. دكتور خالد السعيد، ماذا عن الوافدين؟ هل هناك خطة واضحة من قبل وزارة الصحة لإعطاء اللقاح للوافدين؟ طبعا أعداد كبيرة من أخواننا الوافدين يتم تطعيمهم يوميا. نعم. أعداد كبيرة، وجزء كبير من 700,000 بلس اللي عندنا على المنصة من أخواننا الوافدين، ورسائل توصلهم بصورة يومية. مثل ما قلت قبل شوية يعني أن احنا نعطي لقاح تقريبا 20,000 بس في مشرف. نعم. للجميع في الوقت الحالي. لو تروح، أنا أروح بصورة يعني مو يومية، أروح بصورة مثلا مرتين ثلاث مرات بالأسبوع. نعم. أزور المركز وأشوف زملائي. نعم. وأشوف الوضع. عدد كبير من الوافدين الآن اللي نحب نعرفه أن احنا نزين وبعدين. اي هذا اللي قاعدين في اماكن ما يقدر يروح. نعم. يشتغل في جمعيه، يشتغل في مكان. وزاره الصحه تعد لحمله، وامس طلع تصريح في بالصحافه، نشر بالصحافه امس، انه راح يكون في فرق تروح للمحافظات. نعم. للجمعيات تعطي اللقاح على اساس احنا نغطي اللي ما يقدر يجي نروح له. حلو دكتور. في هناك عدد واضح وصريح من كونك عضو اللجنة الاستشارية حق فيروس كورونا بأعداد المقبلين أو طالبين اللقاح؟ احنا عندنا المنصة.
نعم. المنصة مفتوحة للتسجيل للجميع. نعم. بغض النظر عن الجنسية، عندنا عدينا تقريبا وصلنا 250,000 حاليا. احنا نعتقد ان في ناس ودها تسجل. نعم. بس يمكن يحتاجون معلومة، فالآن في حملة راح تكون يعني حملة واضحة بلغات مختلفة في أماكن مختلفة لتشجيع التسجيل، وحتى اللي ما يقدر يسجل يعني في مثلا عمالة ما راح تقدر تدخل على المنصات، لا راح نروح لهم مكانهم ونعرض عليهم اللقاح، يأخذونه في مناطقهم في أماكن سكنهم، والشيء هذا راح يصير. وإحنا الأخوان عندهم في الصحة العامة عندهم خبرة قبل لما كانوا يروحون يسوون مسحات في المناطق، فهم نفس السيستم الحين واضح بالنسبة لهم. نعم. وراح غالبا راح يكون الشيء هذا بالقريب العاجل إن شاء الله. راح أرجع أبني على نقطة المنصات ومراكز التطعيم، لكن نأخذ هذا السؤال من تويتر. مشعل الشمر يقول لك أنا طعمت لقاح أكسفورد جرعة أولى من أكثر من شهر، سؤالي متى الجرعة الثانية وشنو مصير اللي طعموا أكسفورد في حال تم إيقافه؟ للحين نتحملون الدكاترة بس أن لا زالت الناس متخوفة من لقاح أكسفورد. خليني أقول شغلة بس فضل. هو يعني عادة لما يسألون السياسيين سؤال يقول له أنا ما جاوب سؤال نظري، يعني هذا سؤال نظري، احتمال أنه يوقف اللقاح احتمال بعيد جدا، لأن مو هذا اللقاح الوحيد في المنصة هذه، لقاح أكسفورد، لقاح جي إن جي، لقاح سبوتنيك، لقاح كانسينو، كلهم يعتمدون على نفس المنصة وتقريبا نفس الفيروس. فأنت لما تجي يعني أجي أنا أقول والله هذا لقاح صعب، لا، هذه منصة قاعد تستخدم ملايين ناس، أنت يعني ما بيدافع عن اللقاح، يمكن باشر يطلع فيه مشكلة، أنا ما أدري، راح نشوف إحنا من المعلومات. لكن اللي واضح حتى الآن أن في بريطانيا فقط 11,000,000 شخص خذوا لقاح أكسفورد. نعم. ما في بال 11,000,000 حالات أكثر من العادي، لأن طبعا مثل ما قلنا في العالم العادي الناس يصير فيهم تجلط، العدد اللي صار في المجموعة هذه حسب التصريحات البريطانية ما كان أزود من الحالات اللي موجودة في المجتمع عادة. نعم. 11,000,000 جرعة، يعني عدد سكان الكويت تقريبا 2.5. نعم. فهذا يعني خليني أقول السؤال نظري. نعم. وليس سؤال عملي حتى أدخل وأجاوب، هذا ننتظر نشوف. خصوصا في البداية دكتورة تفضلت أن وزير الصحة صرح أن في جرعة أكسفورد راح توصل قبل نهاية الشهر إن شاء الله. نعم. عشان ما يحاتي السائل راح تيله مسج خلال الفترة القادمة على الجرعة الثانية إن شاء الله. طلال الحمادي يقول هل التطعيم آمن للمقبلين على عملية طفل الأنابيب والحامل والرضع أخذه؟ أي طبعا السؤال هذا دارج يوميا. نعم. الحمل واللقاح، اللقاح آمن، لكن احنا عشان نقول آمن 100% يجب ان ننتظر الدراسات الحاليه والتسجيلات، لان الان في شيء يسمونه الريجستري، اي سيده حامل تاخذ اللقاح تسجل في النظام وراح يبين اذا هو آمن ام لا. فاحنا بالنسبه لنا نعتبره آمن، لا ينصح بعمل فحص حمل قبل اخذ اللقاح لانه يعتبر آمن، لكن في الوقت الحالي بالكويت من موانع التطعيم ان الوحده تكون حامل. نعم. دكتور اذا نعود للحديث عن منصات التطعيم نفس ما تفضلت قبل شوي، وكذلك مراكز التطعيم. في ناس كثيره حابه انها تطعم، نفس في ناس متردده، في ناس تبي تطعم، لكن مع وجود الحظر الجزئي ووجود دواماتهم ودهم انهم يطعمون في نهايه الاسبوع، فهل مراكز التطعيم موفره التطعيم في نهايه الاسبوع؟ بالنسبه حق يعني احنا لازم نستذكر الان على موضوع الناس والفرق اللي قاعد تشتغل في مركز سواء كان مشرف أو غيره، يعني المركز حقيقة قاعد يقدم فوق التارجت اللي قاعدين يرسمون له. يعني احنا تكلموا تم التصريح في 10,000، اليوم تجاوز 22,000، فبالتالي الأعداد حسب التدفق والإمداد يعني يعتبر حقيقة فوق الرقم اللي احنا نتوقعه. قادم من الأيام سواء دخول الشهر الفضيل أو سواء كانت في أوقات الحظر راح يتم الإعلان على أيضا أوقات وشفتات أخرى. في شيء مهم لازم نعرفه
نستذكره أن الناس اللي قاعد تشتغل قاعد تشتغل شفت واحد من الساعة 8 للساعة 8 عشان يحققوا الرقم اللي أنا أتكلم عليه. وطبعاً التلازمية هذا قبل دوامة ساعتين وبعد دوامة ساعتين. في شيء أيضاً مهم أن اليوم الحمد لله إحنا ما سجلنا بالرصد سواء كانت في المراكز أو المستشفيات لله الحمد أي أعراض الحمد. تدعو للقلق هذا الموضوع مهم جداً لأنك أنت تبي تقدم خدمة تبي تقدم خدمة آمنة أيضاً. شيء ثالث بعد في الموضوع أن مركز مشرف هو يعتبر مركز تدريبي. تقولوا لي شلون؟ مركز مشرف درب الآن قطاع السلك العسكري وتم فتح مركز للتطعيم. النفط نفس الشيء. نعم. الحرس نفس الشيء. وحنا الآن أيضا من المرسوم من الخطة القادمة أن استهداف العمالة الوافدة اللي ما سجلت. نعم. والناس اللي أعمال أساسية يعني يشتغلون في أعمال أساسية في المجتمع الأمن الغذائي وغيره. نعم. أن يتم الوصول لهم في مناطقهم. نعم. الدكتور خالد السعيد، أحيانا الناس تقدم لكن يتأخر تحديد الموعد، يقعد أسبوع يمكن أو 10 أيام ما يوصلون، شو السبب؟ يعني لما الواحد يقول أسبوع ترى ما يعتبر متأخر، لأن يعني إحنا في البداية كان التأخير شهر مثلا أو شهر ونص، فالمدة قصرت. الطريقة اللي تصير إنه في شرائح. نعم. حسب أنت بأي شريحة، يعني مثلا شخص عمره فوق 65 سنة سجل اليوم غالبا راح يلا موعد باكر لأن هذا أهم إنسان بالنسبة لنا. شخص عمره 18 سنة ممكن يتأخر أسبوع 10 أيام لأن هو ما هو الخط الشريحة العليا، فيعتمد على بعض الأشياء اللي تحددها الشرائح. نعم. المستهدفة. وبالنسبة للخدم كيف يتم التقديم؟ نفس المنصة. كل الشعب يعني اللي يستطيع رب الأسرة اليوم إذا عنده خدم أو أي عمالة عنده بالبيت يستطيع أن يتقدم نفس المنصة ويقدمها. وهذا سويته أنا عندي في البيت، السائق الشغالة هذا سجلناهم من أول شيء لأن نبي الأمان في البيت كله طبعا. نعم فعلا. أرجع بالسؤال لك دكتور خالد اليار الله، ذكرت عن الاستعدادات خصوصا للشهر الفضيل. شهر الفضيل على الأبواب، خطتكم حق استقبال نفس ما تفضلت العاملين في مراكز التطعيم، شفت واحد 12 ساعة من 8 ل 8، شنو خطتكم حق استقبال المراجعين في شهر الفضيل؟ يعني حتى الآن عشان أكون أمين، حتى الآن ما تم يعني تحديد الساعات، لكن أنا سؤالي حق رئيس المركز اليوم قبل لا يجيكم كنت سأله السؤال. نعم. سيكون هناك ساعات مريحة لتوفير التطعيم أثناء فترة الصيام وأيضا بعده، خاصة في هذه الفترة. فبالتالي الساعات والأوقات والمراكز اللي راح تشتغل سواء الرئيسي مشرف أو سواء كانت في المراكز سيتم الإعلان عنها بالتفصيل خلال الأيام القادمة. نعم. ليلى عندنا سؤال من أكاونت يقول ولدي عنده كرونز ويستعمل كل أسبوعين إبرة هوميرا، هل يأخذ التطعيم وكم يترك من الوقت مع إبرة الهوميرا أو نفس الأسبوع؟ طبعا دول هوميرا يستخدم مع مرض الالتهاب التقرحي القولون وأمراض الروماتيزم، يأخذ اللقاح ولا علاقة في الإبرة، ما في داعي ينطر ولا يأخر الإبرة هذه. حلو. دكتور بعد في سؤال عندنا، السلام عليكم، أنا أمي تأخذ علاج كيماوي، أسأل الله يشافيها ويقومها بالسلامة يا رب، خلصت بتاريخ 7/2/21 وبدت في الوقائي وفي شهر 11 تنتهي منه، متى تأخذ اللقاح؟ أتمنى الرد. دكتور خالد تقدر تأخذها ما تقدر هي لما تخلص. طبعا احنا الآن دائما نرجع نقول نفس الشيء ان اللقاح آمن، لكن احنا نبحث عن الفعالية. إذا إنسان يأخذ علاج كيماوي ينزل مناعته بقوة، لما يأخذ اللقاح ما راح يستفيد، فإحنا عادة ننتظر لما يخلص علاج الكيماوي القوي الشديد اللي ينزل المناعة، وبعدين نقول له أخذ إذن من طبيبك المعالج وتوكل على الله وأخذ اللقاح. بأرجع للسؤال دكتور عن اللقاحات الجديدة، أنت عطيتنا حصري وقلت لنا راح يوصل الكويت لقاح جي إن جي اللي هو جونسون أن جونسون بإذن الله، كذلك هناك في لقاح جديد اسمه نوفافاكس. yeah. وصرحوا بأن نسبة فعاليته ما تقارب 100%. بريطانيا طلبت 60 مليون جرعة منه، هل هذا اللقاح
بعد اعتماده وتدقيقه، ان تم اعتماده وتدقيقه، هل راح يرافق جونسون اند جونسون في الدخول الى الكويت ام لا؟ طبعا لجنه اللقاح في وزاره الصحه ترصد كل هاللقاحات هذه، صار لنا شهور احنا نرصدها ومتابعينها من فيز 1 فيز 2 فيز 3، وهذه منصه مختلفه. هذه منصة البروتين اللي هي المنصة اللي تستخدم جزء من بروتين الفيروس مثل بعض التطعيمات القديمة، فإحنا مهتمين في الموضوع هذا. هو المشكلة في النهاية شلون الواحد يقدر يحصل على كميات؟ أنت ممكن الآن يطلع لقاح يعتمد وتجي تقول لهم والله أنا بشتري منكم هذا يعني الميزانية مالتي، يقولك أوكي نعطيك بعد سنة. أنت تحتاج الآن لأنك أنت تبي توصل مناعة المجتمع بأقرب وقت على أساس تفتح المدارس، الناس تروح دواماتها، تخفف من لبس الكمام والاحترازات. فإحنا العامل الوقت بالنسبة لنا مهم، بس كل التطعيمات المعتمدة هي بنظر الأخوة في وزارة الصحة. نعم، على حسب الخطة اللي موجودة متى يعني سنوصل إلى المناعة المجتمعية؟ المحدد هو كمية اللقاح اللي يوصلنا. احنا عندنا، خلنا اعطيك شوية معلومات شيء بسيطة. احنا مثلا مركز اللقاح في مشرف قدرنا نطعم 22,000 بالاسبوع بالخمسة ايام اللي بالاسبوع. عندنا، لا تعتقد هذا الرقم قليل؟ لا، يوميا 20,000 اضف لها تقريبا 18 مركز صحي كلها تطعم على الاقل 10,000 باليوم. انت 30,000 يوميا على الاقل. نعم، خمسة أيام بالأسبوع 150,000، يعني أنت تقدر تطعم وأنت مرتاح 600,000 شخص بالشهر إذا مو أكثر، إذا شديت حيلك، إذا اللقاحات متوفرة وفتح مراكز أكثر ممكن توصل إلى 700-800,000، يعني يبي لك 4-5 أشهر أنت بالسليم. بس يعتمد على مثل ما تفضل معالي الوزير اليوم قال، يعتمد على توريد اللقاحات لأن هذا هو العامل المساعد. مثل إذا عندك أنت تفاعل كيماوي في عامل مساعد هو توفر اللقاحات. نعم، نفس ما تفضلت دكتور، سؤالي دكتور خالد اليارله بالنسبة لتوفير مراكز أكثر في المستقبل، هل غير مشرف وغير المستشفى العسكري والنفط، هل راح توفرون مراكز أكثر ويكون فيها كذلك المعدات الطبية الجاهزة للتخزين أو الثلاجات لتخزين اللقاحات؟ يعني بعضها قد يحتاج إلى طريقة تخزين وبعضها لا، مثل أكسفورد وغيرها من المنصات. أتوقع نعم، لأن راح نستهدف شرائح أخرى، يعني إذا نتكلم على التعليم والتعليم قد يكون هناك مراكز أخرى. مثل ما تفضلتي الآن ما في خدمة هذه نركز عليها حقيقة باللقاء، اللي هو طريح الفراش. نعم، واللي قاعد توصلها حتى لمنازلهم. نعم، هذه مهمة جدا الآن، الحين متوفرة وفي جميع المحافظات وقاعد تستهدف حقيقة كبار السن والأكثر عرضة للمضاعفات. هذا مهم جدا، فانت قلت عامل مو بس توفر اللقاحات، ايضا الحرص على التسجيل، لان نعرف بان اليوم التطعيم اختياري مو اجباري، وقد تكون بعض الوظائف الان قد يلزمها مثل النقل العام وغيرها، قد هذا يلزمها عشان عودتها الى النشاط باعتياد، قد يكون يلزمها انه يكون هو ماخذ التطعيم والتحصين عشان يحمي نفسه ويحمي المحيطين فيه. نعم، وبالتالي التسجيل هذا مهم في الموضوع. نعم دكتور، ماذا عن اللقاحات بالسيارة، عن طريق السيارة؟ يمكن شفنا في دول أخرى اعتمدت اللقاح على المسحة أو اللقاح عن طريق السيارة. يعني الحين ليلى احنا عندنا السيارة توصلهم لبيوتهم ومترددين، وفي ناس تقول في طلع كلام إنه بالجمعيات راح توصل لهم السيارة. احنا على إذا لبيوتهم كذي مترددين ما أعتقد راح تكون مشكلة توفيرها. دكتور خالد السعيد، عندنا سؤال متلازمة التداول، يقدرون يأخذون التطعيم وشنو أفضل حالتهم فايزر أو دكتور صدق أيهما أفضل، فايزر ولا أكسفورد؟ لأن دائما الأسئلة هذه، أنت إيش خذيت أنا أكسفورد؟ لا يا حبيبي فايزر إحنا. في أفضل بينهم ولا كلهم نفس الشيء؟ هو لازم نشوف شنو الهدف من اللقاح. الهدف من اللقاح مو إنه يمنع الحالة الخفيفة، الهدف من اللقاح أول شيء يمنع إنك تدخل المستشفى الحمد لله، ولا يصير فيك حالة شديدة، ولا تدخل العناية. والهدف الثاني إنك أنت يمنعك إنك أنت تعدي الآخرين. اللقاحين تقريبا متشابهين في الناحية هذه، فبالنسبة لنا كأطباء نقول أن اللقاحين هما بنفس المستوى من ناحية الوقاية،
وبالنسبة للداون إذا عمره فوق 16 سنة، من 16 إلى 18 سنة المسموح هو لقاح فايزر، إذا من 18 وفوق يا أما فايزر أو أوكسفورد. نعم دكتور، أن استباقا على ذكر 16 سنة تفضل. يمكن سمعتم التصريحات أن اليوم وزارة التربية تطمح أن يكون هناك الاختبارات ورقية حق الثانوية العامة فعلا. فهذا المفروض يكون يحفز حقيقة أولياء الأمور لأبنائهم اللي 16 وهما فوق أن يقوموا بالتسجيل حتى يكونون جاهزين إن شاء الله لو تطلب الأمر يكون في اختباراتهم القادمة خلال الشهرين القادمين يكونوا ماخذين التطعيمات بإذن الله. إذن دكتور خالد اليار الله، دكتور خالد السعيد، كلمة أخيرة حابين توجهونها للمشاهدين. يعني اليوم بعد مرور عام وثلاث شهور من الجائحة حقيقة يجب أن نستذكر يعني الجهود الجبارة اللي بذلوها الصفوف الأمامية والكوادر الطبية في كل قطاعاتهم، سواء كانت الطبية ولا كانت المساندة الإدارية. نستذكر حقيقة شهداء الواجب خلال اللي يعني بذلوا يعني أنفسهم، ونسأل الله لهم الشهادة والمغفرة، وأيضا من توفى الله بهذه الجائحة. ونأمل إذا كان الآن هذه فرصة قصر أمد الأزمة، تقليل الاستنزاف اللي قاعد يصير في جهود الدولة، إن اليوم أصبح الدولة بذلت جهد كبير وقيمة مضافة عشان تحصل اللقاحات في وقت مبكر. موضوع التردد في ظل وجود الآن يعني أدلة قاطعة بيعني فاعلية هذه اللقاحات لا يعطي مبرر أبدا إن حنا نتأخر، سواء كانت بالكلفة الإنسانية أو سواء كانت الكلفة الاقتصادية للعودة إلى إن شاء الله إلى ما قبل الجائحة. إن تكون هذه يعني هذه الترددات لها كلفة علينا وعلى أيضا البلد، ولهذا رسالتنا إن حنا نسارع إلى استقلال والاستفادة من هذه الفرصة. نعم الدكتور خالد. أنا طبعا أثني على دكتور الكلام دكتور خالد الجار الله بالنسبة للأطعمة الطبية يعني، وأحب بس ذكر أخواني يعني بالكويت مواطنين ووافدين إن أنت لك الحق إنك أنت تأخذ اللقاح أو ما تأخذ اللقاح، بس قبل لا تقرر إنك أنت تأخذ أو ما تأخذ ارجع إلى مصدر صحيح ومصدر ثقة وأخذ قرار صحيح، بدل من أنك أنت تأخذ قرار خاطئ وتندم عليه لما تفقد عزيز عليك. وشاكرين لكم على الاستضافة. سلامك. شكرا لكم. الدكتور خالد السعيد عضو اللجنة الاستشارية لكورونا وعضو لجنة اللقاح، الدكتور الأستاذ الاستشاري خالد اليار الله، شكرا جزيلا لوجودكم معنا ورحاب صدركم وردودكم على أسئلة واستفسارات الناس، ونتمنى شكرا للجميع السلامة. محمد عندنا شيء قبل أن نختم؟ نعم وصلنا للختام، ولكن عندنا أهداء جدا جميل من الأديب الشاعر الدكتور يعقوب الغنيم على كتابته لهذه الكلمات الجميلة واللي أداها مشكور الأستاذ الفنان القدير فيصل السعد. ترى فكرة الدكتور خالد الجار الله ما شاء الله السامرية، فكرة الدكتور خالد ريال الله. نعم احنا نقول في الختام إلى اللقاء ونشوفكم على خير. من يوم
التطعيم من دونك، واقف لنا التطعيم من دونك، ما عاد بين الناس والوالي الشفاء اللي